هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لدى وصوله إلى البلاد ليترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين وسعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وأعضاء السفارة السعودية في البحرين. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الملكية الكبرى بقاعدة الصخير الجوية تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. غادر موكب خادم الحرمين الشريفين إلى مقر إقامته في قصر الصخير، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، ويرافق خادم الحرمين الشريفين وفد رسمي رفيع.